أي حريق، أي حادث، وبرجع بعيد عن قصد أو غير قصد، ممكن يسبب كارثة بتفوق كارثة مرفأ بيروت بثمان مرات وتسع مرات. من حرصنا، من باب حرصنا على السلامة العامة والبيئة، رأينا أنه ببناء خزانات الغاز بمحلة الدورة أو منطقة الدورة في مخاطر كبيرة. وتاريخ 4 آب هو منه بعيد عن تاريخ اليوم، وهو التاريخ اللي تسبب بجريمة كبيرة بسبب أو نتيجة وجود مواد خطرة بمكان لا يصلح لتخزين مثل هذه المواد. وهذا اليوم كمان عم نشهد مثال جديد على وجود كمان مواد خطيرة بمحل لا يناسب وجود هذه المواد الخطيرة، وهي منطقة الدورة، وهي منطقة مكتظة بالسكان والعمال. ربما فيما مضى أو بالقرن الماضي كان الترخيص مستوفي الشروط، لكن اليوم هو غير مستوفي بسبب أو نتيجة التغيير الديموغرافي اللي حاصل. فيما مضى كانت المنطقة خالية كليا، اليوم هي من أكثر المناطق المكتظة والمأهولة. الدكتور غسان بيدون قام بدراسة بناء لطلب الجمعية، وتقدير الضرر اللي ممكن يصير لا سمح الله طبعا في حال أي خطأ، يعني أي خطأ ممكن يكون عن قصد أو غير قصد، أي حريق، أي حادث، وبرجع بعيد عن قصد أو غير قصد، ممكن يسبب كارثة بتفوق كارثة مرفأ بيروت بثمان مرات وتسع مرات. هذه المنطقة، منطقة الخزانات، هي منطقة مكشوفة لأي خرق أمني، يعني ممكن يكون خرق أمني من أي جهة. فكمان هيدا يعني بيستدعي أنه نعيد النظر نحن بحساباتنا بحالتنا اللي ما بقى تتحمل كمان، يعني اليوم الشعب اللبناني ما بقى يتحمل أي كارثة إضافية. ترخيص الحالي قضى بترميم خزان بساعة معينة، وإذ بنا نشهد أنه أصحاب المشروع عم يبنوا خزان جديد بأضعاف السعة المسموح بها، واللي تبلغ يعني 10,150 متر مكعب. بعدين ما في عنا قرار بلدي، ما في عنا قرار من اتحاد بلديات المتن، والشركة المعنية وسعت نطاق عملها يعني بمحل يتجاوز المساحة المسموح العمل بها. الموضوع بعده عند القضاء، ولليوم بعده يعني بعد مش ما في شيء على الأرض، يعني ما في حدا غير الرئيس حسان دياب والوزير بيمون غجر، يعني حتى اتصل، مع انه الملف وصل لكل الوزراء والنواب والرؤساء. نحن كجمعية غاية أصرينا انه يوصل الملف للجميع، حتى يوم من الايام اي كارثة او اي مشكلة يصير ما حدا يقول انا
ما خصني أو ما معي خبر أو أنا ما كنت موجود أو ما قلتولي، لأن طبعاً هاي النغمة اللي عند السياسيين دائماً.